السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذي الكسور ده وهذا برنامج كي أريغا أبوان كي يورا ذا فنان كوانو آلا بيدن كسو قدبنو تليفيشن كقرن كتشموري ده سومالي لان حرون تيسا مقالة لندن برنامج كوا حمرتين وغوا فتحية محمد عبسية فتحية وحي كم التهاي بلشوين تا سومالي دادك آد إي آد إي آد لوغتش علي هاي أما أنو رنكرو دادك دويسا فتحية وحي يتمي تضباط كا سومالي دا إيه سند لها آه إيه كدعا سند والبا لندن مرتداس أيه كم إذا هيد إذا درت أيه أنا كان سقوه اللهي إن أنا ورئيس النو فتحي أي كسودو تي فيجا قرنك سوماليلان عادي أتبعض ما تنتهي عشر لولي and وحن عاد وفرح سنة هاي إن عاد يوسف مرتقى عادي تلفزيون كقرنك سوماليلان ده ودو هاي عاد بنك هذا ما هدعلني يا أنا قنا نصيب كيسو كان سماي اسمع الله هاي فتحي أو قرضة أدونك كوني سكاكا نول مرم بضوضاء سأركي سانود وضا فريسان سان لكن وإلهي مهدي وقتك عينو فدودي نصيب كنا وحيوغو سيما إنان ماان تهال كنا عينو وضا فريسان نو ماركتاي عينو نوغو نول سوارسان نهو دي نوسكا ديگي سنجرين ولي بكار ديگي سنة إني ان وحان ربا إنا إنو برقرام كو قد قلو شاء الله بدم الله كريم وحان ربا فرحية بالهورتا تاريخ نولويت كاغا إناد إنير نوكر كحادثة بالفتحي واتما فتحي يوتيوب كم بين غصاب حلا يضون على حلا يسا فالمركة أن ضد كي يو إسبار فتحية بالفتحية يا تهاي واتهاي عش لولا أذيع هرت مدن and واحد هاي ضد كأن آتك وجه له آتك وجه وين هاي and أنا هنا آدي آت بنو فرح سنة ونصيب بان لي هاي نين مانتا هل كنا بدنا نسهر فري سنة وح بدنا إن شاء الله بدم الله كريم وكله إلى هاي إذن كوي نسهر فري سنة دونا وذنا قبنا دونا هدي لهاي إذن كديكو and تاريخ نولد تاريخ نولد كمركز لقى حليو ضد كوي وين بالويدي يا نقولي وح نساي سنة دلني ريا عم تس واسك عياري anyway تاريخ نولد كذا نولد كي هدان كهلو الحمد لله رب العالمين أنا جو and هرت مريكم حنمي and مدها دير almost قاريسة and three decades أما صدّن صندود and دوكسيجا هو صدح يو ماركتي and إلى هير شام عدد هالكاسان ك كقاري and ده ودن كي يجون تهال كاسا إسكاها إذا ده إنتي عن غراتس ده عن قفح كل قرنية كل نقطة يو ده أدوكا عن كجلقة بس ده and مركا وحن برتاي وحن ليه هذا and computer information systems and your social work سكتيرة and social work كرني ما دوا أريمها بلشدة أريمها بلشدة يعني مدك شقيني لكن ولقي إلا يمعن تنقرات سدي وحن دوني إنن قرآن نقضو إنن ماركت الشيكوين أوسو بندقو مدى الصوماليد وهي يدى لو كون حريصه يدى دا شابا وحاهيد and دك عادي عاد شاك حريرته وها وشيكوين كمعان مركاني قو يربي إيجا شيكين شرتي صوماليدا ماركت الشيكوين كودا خاصة تولي بوحن عادي عاد سيحسوستا إني يجوا رم شرتي دجا على ذا السكاية يدي بعت ذا سومالدو سدى سنة عليهين حدنا يسدى يسول عيان and أنا أنا لبره رو وذا دجا and استعل اسكور سدى إن أنا يبتجي أه إن أنا يهبرت هذا بس كاين دلعي and مركا مركا لبلا رير دلان ده و و قرب كاجي مدك تادي لب بدح لذي مدك تادي لبدي ب وحكب حياة ضد كاجي موقتها ما كودي ما يكادي مركا waxay mar marka qaar kood aan arki jiray iyadoo ka sheekeynaysa dad aan runtii oqoon oo garanayn aan oo si daacad ah uga sheekeynayso dhibaatooyinka loo geystay markaasan isku ooyi jiray aniga ilmo yar taasina waxay tustay hadii dadku ay dhageysan lahaayeen oo sheeko wadaag yeelan lahaayeen in la isfahmi lahaayo inta badan aynu meel u wada socono ee dhibaatooyinka in haysata ay tahay qofba qofkii kaloon hadalkii dhameynu ka boobayo oo handidayo oo قف بقف ككله وسي على هذه نيو عيان دريمة جاره رأني غير كحسن أنت ردتك شيكوين كدتك ويسو سودويان ويقف كي واحد مركب الدريمة سا
إنه هذا هو كله ونهاية واحد ربطين وربو أنت بدن إسكوس وحين عشرين إنا إسكو ميلو كيدان إسفهم كانت عساكن تو وحيابها وده بدن هرو مري هيرك أي قارين وحيابها ساكن مذا قف بقف ككلام مركز سودة جي سنية هذا الكل كله بوب مايو مركا تاسعي وكل إفتي مركا إنا سوشيال ورك نمدي أرميه بلش هذا عن كتغو ميل بمرول بس كيد لو شيء إنا ندون تو مركا and in aan de wixii aan jiclaay wixii aan tabanay in aan sidii aan u daba gali lahaa falo ugu qabto voice of america shaqo ka soo baxday voice of america xogaa u shaqeeyay laakiin adduunki marba wuu isbedelaya xogaa waxan ka bartay sida sheekooyinka la isugu dubriday iyo sida loo habeeyo and laakiin waxan sidii waxa ka sii fiicnaan lahayd adigoo wax fishi wala aragti ah ma aragti muqaal uu soo bandhiga dadkii xagga filmadan markaa u beeray dabadeedna and dewaka marka taariikh nololeedkaaga waa waxa weeye soo karka xatanay waa si wanaagsan filimaad sameysay fadhixiye documentary la waad sameysay in xog ururin hadaan af Soomaali isku dayno inaan ku fahanno in documentary gu wuxuu yahay xog ururin wax laga yaabo dadan fahmaynin macnaha documentary gu inayna daawanayaan marka in xog ururinta aad sameysay inta ina filimka kale u gelin maxaa kugu kalifay inkastoo aan daawaday habeenkii aad ku soo bandhigtay Soomaali wiig aan daawaday aad iyo aad iyo aadna ay u qiiro badnayd bal maxaad ku kindisaha ku keentay Soomaali door to door intaad ku soo garaacdo bal soo wareeso xogta runtaas oo hel maxaad ku keentay walaal mahadsanid waa su'aal wanaagsan documentary-ga waxaan bilaabay in qorsheheeda markii anoo wali Voice of America la jooga in waayo waxay ku saabsan tahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee iyagoo aad u yaryar wadanka yimi in qaarkoodna ayba dhowr kamid hina ayba ku dhasheen ee ku noqday in Soomaaliya si al shabaab uga qayb galaan aan ugu dagaalamaan waa 2007 bay sheekadu bilaabantay 2008 baanu bilownay inaannu markaa u soo tibino umada Soomaaliyeed aan waxa aad iyo aad iyo aad markaa aniga iigu adkaatay walaalahay bay inamadani isoo xusuusiyeen inama badan baan la dhashay aan markaa waxaan dareemay inta qof ee Soomaaliyeed ee maanta balanbal iyo dayac qaxoonti iyo wadamo kale meel walba de ku rafaaday ku kala daadsan intii yarayd ee laga soo fursada ka heshay ee waliba wadamadan deer heer galbeedko fursada aad iyo aad u fiican ay yaalaan yimi Mareykan oo anagu aanu isna dhaxnaba wadanka ugu wanaagsanaa adduunkaba de hadii wadankaagu hooyo uu dhibaatooday ama xaaladiisu adkaatay wadankii ugu wanaagsanaa ee la tago baad joogtaa aanu isleenahay aan oo wadan soo galow ah aan cidna cid kala hayn waa la kala xigsadaa laakiin sidee wadan soo galow ah ee umad soo galowey dhistay u badan aan ahde kaun kamay aan marka inama yaro badankoodu wada jaamacada tagayeen aan de mustaqbal fiican laha ayaa tagay oo qaar isqarxiyeen oo qaar la laayay oo marka dadkii Soomaalidina way ku kala duwanaatay oo qaar waxay ku oranayaan markaan wareysano aan Voice America soo wareysanayno qaar waxay oranayaan may tagin ba way qarnay waxa lay may tagin oo caruurahan ay qaar iska alkoolistayaal iyo meelaha iska dhacay bay hayaan nolosha ka dhacayo suuqooday galeen qaar waxay leeyeen daw anagaaba caruurteedi waa kan sawirkiisi waa ilmahaygi baa maqan oo Soomaaliye gala soo hadlay masaajidadan iyo meelahan caruurteeda laga ma aragtay ma jara habaabiyi marka waxa markaa anigu aan dareemay already horena dewaan baa ugu socday inaan filim sameeyo waxaan idhi documentary baa meeshan ka socota way waxba meel ma dhigno inta badan wax walba muran baa ka furan waxaan isidhi markaa dadkii saameyntan ay ku yeelatay arrintani bal iyagii ka soo wareyso sidaa awgeed aniga way ii fududaatay inay la hadlaan maadaama aan already la sheekaysan jiray oo wareysiyo ka qaadi jiray oo Voice of America dee aan la shaqeynayay markaa run ahaantii waxay noqotay documentary awood badan leh powerful waxaan la yidhaahdo waxaan idhi hadday Soomaalidu aragto markaan Voice America u shaqeynayay dad baan wareysan jiray waxaan wareystay maalin qof dumara oo saddex caruurihii marka wada dhimatay oo ay dhiig bax u dhinteen inta buntu ku dhacay markaas waxay ku leedahay waxay tiri xataa may ooyinin waxay leedahay anaa ooyay anigii wareysanayay baa ooyay waxay ku leedahay Ilaahay baa gartay ilaahay waa runo geeridu waa nolol geeridu waa xaq oo waynu ognahay inaynu wada dhimanayno ummad islaamana waa inaynu aqbalaa marxaladii ilaahay inala soo gudboonaata oo iimaan baynu leenahay laakiin haddana siyaabaha inagu dhacaya siyaabaha ummadda soomaaliyeed u dhimanayso iyo marxaladaha ina hortaagan aniga waxay soo xusuusaa dee qoomkii isagu isrugay
إلى هنا قوما نسوي إسروجين أوديس نعلدين ما ها ما نعلده مركا وحندي مركا حد بالصومال ده حيسرقتو يجو أويا بال 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 أركتيد قف كل أويا وشيك دي زي كشاكين يا وعلى الحين و ده وحب معها وهاي على ولا ضيق ما على ولا ضيق ما نقنعشوا هدينا سوبرندجن أنا علوش إن يحق ترون تاينا هاي ستك حلن هل كيوم بين الدبضة هينينا وحبيس بدل مايان مركا تاسا نقول لها وينا رنتي وحب سبدل بدن بع كل عيدت كيو دوكيومنتري جاس مركو صوب حيبا دتك عاد بلعبنا رنتي كود حلان ها وأرن حنوم بدن هل كي ناس أقول إن ما تشوجي مال كاستوس وما تشوكتو هو يتشوكان أت بانك أجمع هذا علينا يا إنا أدوق نقطة قف كي يجوه الرئي دم أدرك تي صوص عارا إنت كل يوم كجرنا أيو أرن تحوج سارة وما دو صوبن دجا إن سيدو كلا فتحي أي واحد سمع ساعة فيلم ما بات سمع ساعة إن شعائر يو أرمها وبدنو أنا ملاين أيو شعائر كوفر بدي هاي بل مركا فيلم كهرت بمحا إذا قلت تركيسة ما أنت محا كوكو كل فيو بينو كو يعني كوب بدنا نسى بل محا فيلم كاس قلت تركيسة كوكو كل في تيا ده كلا وحيد ده بطل الله إنت أنا كوكو سوري شيء ميكروفون كا مهمة ده وقول لي هاي أمضى صوم عليه ده وات هاي هاد زند and هرتا ولي فيلم ما ها حال فيلم أو كلام سمايي and اللي يده هذا دلابي أو كوسابسن and شاكر ده حمريسا قبل مسلنا أو سوماليا ذا أو وقت يجو أنها بين كستا دارت أي دقنت هاي ميليرو كونرة نعى فريستا أو حكو قرقرتا أو حكو قرستا يينا عدانا مريكنا وسنا دارت دقن ومر والبوقت جا مركو هوست مرة يو الفيتر كيسلي هاي ليفت كسيق هذا كعرك هالكايو مركا السويدين يطلب حي ماشوا فردا طلب مدبات هايستا طلب معاون كرتا ده بدأ تناوي من يايو و ويسبرنا يان وش كيسنا يان مركا مركا فيلم كارنتي وحيو كل في إن عسمايو من الصوت عن دجنا سومالي ذا يدتك إللي دقيهن آدي آد بيو كلا فوقيهن وحب الله يسكو مدرسة دو دتكو ده والا يسلا شقيا يو والا of course school والا وضا تقايو موقتا يدتك نولو الودا جي قدو جرا لكن سي أنا وحن سوران لها ده ميلها سو كلي ان دتكو شاهي سومالي ذا ميلو البلقو عبيا أو سامبوسيه بي دتكو كلا بوبيان أو ماركتي والا يسلح قليا بلشاحان ومدي وحي مركي ميل وذا تشوكتو دم الله ما كلا مارمو ما ما هبا شرتت هذا نو مانسن ايلاند قف اسقو جسيره ذي ما تشرو مد الهي ما انت نهر وحل مريا دد كيس وذا دخ غلينو يسود برتين حتى دينتي بيد ددكي اادو برتين ددكي ان مسلمين تاهيني ان ددك لغا برانيا د امباساتور كو واحنا وا اينغو ميران ما عرفتي دنجيرها وا دقنكيني دينتيني مركا وحن ربي انان بل ددكي اني كلا بقيان بعد موداي بل بل dialogue waxa la yiraahdo wada hadal iyo isbarasho ay horseedo marka sidaasan runtii u la jeeday iyo in dadku haday wada hadlaan ay isku soo dhawaanayaan oo wada hadalku dadku isku soo dhaweeyo aad ogaanaysid inaydan wax badan ku kala duwaneen hatta ilaahow maad kala din kala dhaqan wax walba ahaataan waxa soo dhami waxay wax weyn yihiin inta aydan qofka isbaran marka taasan runtii uga gol lahaa aad iyo aadna runtii waa looga helay waliba dadka aan Soomaalida ahayn Soomaalidu aad dad filmo daawada ma nihin laakiin aan dadka Mareykanka ay aad iyo aad bay uga heleen aan dadku dad iska calool masaakiina weeyo dad badan waxa koonaya Allah oo deemanaga moodayna dhaqankaagu weynu sidaa yahay ana halka ka timi waxaan isweydiin jirnay maxay sidan ugu eegihiin maxay la madlubsan yihiin maxay afka la taagan حيل قيليان مركا وحاسو دن اي والله انن كاسي سو انن كيلم تلفيلنكا سومالي دو حيلوان كبقن جيري مالنتي فيلم كفرمي سومالي وح حق دي ماركتي حقريا وح دون كذا وح استور اسكلا قاده وح سومالي عيدو كجعليه هديرتو ما جيرتو مركا لما كلا مارمو وحينو أنمي إلى ودمضن إن كان يكوين وجد وعي مسلمين تهاي أفريقان كي معلوم البلاد أنا قبعة سنة شرع قاعد كان لو دلية لو حريو إلهي بين ناس خري سبب بعد شرط إلهي نسوق كان سخري مركا إنه ندد كسود وينو الباب بده فرنو وتشي كفرنو وتشي فرن بعلى قلاية آدي 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 بمهم تاعي آد بدو ما تنتهي فرحياي مرة بعد يوم مرصد حاد سيدو كلا واحد تاعي فرحياي مركا إنه دكمنت في جايو فيلم كاين وكاست نما عدنا فرنسي دي
waxaad soo gudbisaa fariimo YouTube-ka waxaad la hadashaa dadka Soomaalida fariin baad noo soo gudbisaa noocay doontaba ha noqoto mar waayaha adduunkaad ka hadashaa mar qof dhibaataysan baad ka hadashaa mar arrimo khusuusi ah oo dumarka u badan baad ka hadashaa adigu way fara badan tahay marka fariin side inaad noqoto oo istiraahdo adigoo Soomaalida aad ogtahay ka dhashay adigoo og ma aragtay inay dadkeenu ay dhagax roob ku daayaa inuu nahayo waxba aanay ka dhaadhicin oo adag taas wax loo ka dhaadhiciya iyo say u dabcaan iyo say isugu naxariistaan ay aad u adag tahay haddana adigu waxaad ku guuleysatay fariintii aad soo tabinaysay inay dadkii fura u noqoto oo furto bal arintaas aad iyo aad baan u xiiseynayaa anigu inaad nooga sheekayso ayaan bal rabaa farxiyay waa tahay waxaan arintaa ugu yeedhay waxaan idhi qalbiga Soomaalidan godlaya waxaan arkay runtii marmarka qaarkood markaad waliba dibadahan iska joogtidee marmarka qaarkood aad runtii ka maarmi kartid waa la kala anuu waxaan qabaa in marmarka qaarkood markaad iska shaqaysanaysid nolol iska nabada iska joogtid waad ka maarmi kartaa oo dee danahaagii baa ku mashquulinaya wadamadan aad baa loogu mashquulaa haddana Soomaalidu waxay ku mahmaadaa sankaagu qurmay lama gooyo dad badan oo waxa jiraan Soomaali badan oo waxa jirta oo aniguba aan ka mid ahaa ka cadhoon jirtay Soomaalida ciil awgeed ma haynaa necbahay I love dadkayga waan jecelahay laakiin marxaladii Soomaali kala qabsatay welina dabada la hayo wax badan oo aad marmarka qaadkooda soonaysid waxba lama kala laga wixii la soo maray waxba lagama faa'iideysan aad soonaysid waxaad oranaysaa oo dee ilaahayba kuma badin kuwaas lamaba joogtide dee ilaahay baa kaa dhigay Soomaali laakiinse adduunkaaga dee dhinac ka raac oo ciil dad baa iska jira iskaba madluum la cararay oon dib u soo eegin Soomaalinimadii iyo Soomaalidii laakiin haddana mar walba waxbaa jiray ila faqaya oo igu yidhaahda ha ka go'in dadkaaga oo dee waxaad waxaan oo dhan doonaysa inaad u samayso ee aad qoraa u noqotay doonaysa inaad u noqoto sheekooyin aad doonaysay inaad maaragtay dadka qalbigooda aad soo dhaweyso waxaasoo dhan waxaasoo dhan miyad ka tegi oo miyad ka dhaqaaqi haddaadin waxaasoo dhane dadkaagii dee dib ugu noqo adduunka wax kaa hadha oo aad dadkii dhite ah oo aad u sii dhigtid meel waa very important waa muhiimad aad iyo aad u weyn filimaduna lacag badan bay doonaan filimada ugu powerfulsan baan anigu qabaa wax dadka qalbigooda lagu godlo maraykanka aad arkaysid arinta waxaan media la yidhaahdo dhamay ma aragtay warbaahinta iyo hadday maqal iyo muuqaal iyo wax la qoro intaba ha ahaatee iyo wax la eegaba waxa wax weyn ka bedelay iyo wadamadan hore u maray oo dhami waa suugaanta because sababtuna waxay tahay waa sida kaliya ee dadka qalbigooda lagu gaari karo ee dadka maaragtay attentionkooda ama maqalkooda iyo maaragtay iyo eegmadoodaba aad dareenkooda markiiba kusoo dhaweysan kartid oo kusoo jiidan kartid markaan hore dee waqti bay qaataa inta lacagta aad filin u helaysid waxaan isidhi oo halkan ba maad kala hadashid yaa halkan kala hadalo deetana dee waanba bilaabay maalin uu maan sheeko yaro waxaan soo gudbiyey runahaydo gabadhaanu meel isugu nimiyo in badan isugu kaayay dambeysay anigoo magaalo kale fasax u tegay oo inan bay aad u jeclayd inanka markaa marmarka qaarkood baan waan iska yara heeseys jiray weligeyba afan ahaan oo dadka faamiligaygu dhan baa iska heeseysa markaasay inankiiba qof u dabacsan buu noqon waayo dee u furfuran laakiin haddana dad wada socdo isjecelna way yihiin laakiin somehow wax say doonaysa bay ka horowga waayey dee kama heli jirin halkay doonaysay haa markaasaan marmar waxaan odhan jiray marmar bay waxaan u qaadi jiray heeso hees farxiye cali qaado oo ay odhan jirtay goblan tala adduunyo caashiqani galayo iyo geedada kidaayey igubtay naftayday adiguna garaad daran waa goorma goortaad gucashaday lowda taasaan u qaadi jiray oo aniga bay runtii i bugsiisay beri aan aad buu jeclaa heesaan ku bugsaday ka mid ahayn ayaan u qaadi jiray marka soo jiray iyo hees kale Ismaaciil yare uu lahaa ilow ku naxariiso oo bugsaday adu hawl waxaan oran jiray maalin baa dhici doonta aad intaad bugsato waayo anaa ogaa inaan bugsaday oo oran jiray weligaa bugsan maysid waxaan markaa ku odhan jiray gabadha maalin baa jirta believe it or not haddaad rumaysanaysid haddaad rumaysanaysid rumaysanaynba maalin baa dhici doontaa
مرحلتنا أت كجود بدونته ويا ما إنجليزي وحيد هذا this too shall pass تنوي ويتجدونته مركا حنكو أورنجري مركا سنو قاد جري هستا بوكس ذي أدو هول بوكس ذي أدو هول بوكس ذي أدو هول نفسي كولا بيري وقيلة دي سومالي ويك بعدكي إيجاك حيسة but anyway مركزي أورنج شرتي ما بدي إكرتو ما بدي إكرتو إن أنتي بنا ميل سوونمي ما ب ما دعي سي أورنج شرتي ولقي كا كان يعني كان كبوكسن معي فتحي ولقي ميل بنا سوونمي سدات سنة دوت كدب ها بنا ميل سوونمي ما مركزنا كنا أي ورن نا هبل نيجا ورن أرتا ما يسقور ستي أنا تري مايا اسمانو قورسنة كلا تجنا يو كلا أنا كوري ده أي ورن بري جيبه حم كورن شرتي مركزي تري كبوكس ذي فتحي كبوكسدايو كان يبليف برد ويد بانو ميل سوغنمي مر كانو ميل سوغنمي با اساغو هلكاس او كلي تاغن او ولي قروح بدن بان اندها ايغو اسكو دحان باي تري مر كا خن سولن تري باي تري 20 سنه نخ كسو وريغتي حدا اندها كو دفتيد مر كلو اسرغتان بلايو سيدي قلبي كو سو داتا يا سيدا ميدها يا جيت سا او كسو داتا ما بيا كسو شبما توغا بلايو سا قلبي كو نوقدا ساد يلي دونتا وحي تري وان اركيو وحب ما ندري من دوان قرية إنه سيدي وقرح بدني هاي وما رك تدق لكن حبابة وانس كواي يا أي بقصتي مركا شيء كذا يرون بان مالنتي مركي بك مركا نية ذك تيجي بان كمرد في تلفون كي يصور لي جيو أنا إسكا ير نيرفسة أيام بوبسي تي بس يقول يو مال ولا بيبقى كذا عذيبة وحنا نركي مركا دتكي إني باهي قبان أي قلبي جود لجو جود له markaasaan idii halkaasan ka wadaya dabadeedna waxa bilaabantay in dadkii ay aad wixii uga helaan oo falxiyay noo soo diro mid kale sheekooyin kale aan qoray baan dabadeedna bilaabay inaan geliyo iska buugaag ahaan wali publish gareyn oo aan qaybo kala duwan ka dhigdhigay oo kala googan een qaar baa bilaabay inay sheekooyin koodi soo diraan anatayda gudbi anatayda gudbi waxaad soconaysaa marmar waynu isu wada sheeka eegnahayba marka inta badan de waxaan bilaabay inaan sheeko inaan hees yarna ugu yara xiro inkastoo run ahaantii dadku xiraadaan heesi hor u bad qaaday de because kuwi markaan yaraan dhageysan jiray baa igu wada record garaysan runtii ma xusuusto ajlada aan iibsaday ama cd ma haystaba kuwi ba marka wixii oo dhama way af Soomaaligi wuu ii qafilmay halkii buu ii yaalay and heesi halkii bay ii yaaleen maahmaahi halkii bay ii yaaleen wixii baaba bilaabay inay soo durduraan ba soo burqadaan marka dewaaniga maanta Soomaali week din la jooga waxaan ku imi Soomaali week maaha filmaan sameeyay iyo Voice American joogi jiray iyo waxaan qoray sababtu waxay tahay sheekooyinka yar yar ee aan Soomaalida la wadaagay haddii halka taabatay inuu dib ugu noqono sheekooyinka isku wadaag eg abatinka habluhu ay qabanayaan siiba rag oo yara xogaa i don't know bari hore waxa loo jiray dumarku een doqon wax jecelatay doqon la jeceladay bay loo jiray waan doqon la jeceladay oo miyey jilcaysaa oo miyey naxaysaa oo miyey iguun baad lagu miisi jiray laakiin imi halka fadhiye waxa ka cadaatay in ragi noqdeen doqmo la jecelatay oo hablihii ay balanbalinayaan oo hablihii aanay u naxaynin oo aanay isku wada haysu wada ekaato wixii uu kali wada jacayl waa isku wada ekaanaya laakiin marka cabatin fara badan ku yimaado kol waa la ooyaysa kol wada xanaaqaysa bal maxaad ku falcelisaa cabatinka hablaha ee ku soo gaaraya ee arrimaha jacaylka waliba ah waruno sheekooyinka wax waliba isbaaniga kulaha xataa gaal iyo islaam hadii la isu yimaado waa la isu ekaanaya hadii la is wareysto ilaahay dee maaragtay xagga diinta iyadu waa meel iska dhig laakiin sida kale bini'aadanku intaynu iskaga midka nahay baa badan waayo dee xubnihii ilaahay inoo sameeyey bini'aadannimo dee isku mid baynu nahay isku mid un baynu nahay ilaahayna waxbuu inaga wada sameeyey dee isku mid baynu nahay anyway marka hablaha waxa inama ay soo diraan kasta inaan sheekada dumar kun baad sheegtaa fadhiyay maxaad ugu hiilinaysaa uma hiilinayo iyaga weeye waxa ay soo dirayaa ay ila wadaaga sheekooyinkooda nimanka xornay anagaba way nagu dhacday de haye way kugu dhacday imaad jeegin wixii kugu dhacay imaad soo igamaad waramin and of course bi qof bini'aadamkii wuxuu jeclaanaya waa la wada jeclaadaa rag iyo dumarba laakiin waxaan u malaynayaa inay dhabowday arintii ahayd waxaan maqli jiray anigoo yar cilmi booderi maadaaba uu
hodan jeclaaday oo jacaylkii hodan uu dhintay anigu yar baan qulciray waa ardoqon wax jeclaadeen ha jeclaan inoo haysiino qalbigaaga ha furino ha siinin waa doqmad markii wax dii la jeclaado waxa kaga dhigayaan maama ma garanaysaa naagnimay lagdaan kama kacaani dad waxa salaayno oran jiray moogta marka waxaan u maleeynaa ragginta waxa lagu beeray wax way jeclaadaan laakiin se way qarsadaan wayna is adkeeyaan een malaa hadii aad naagta u jajabnaatid ama adee u dabac sanaatidna waxay ka qaadanaysaa waxay ku arkaysaa doqone yaa mana aha waa the opposite actually ma aha wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin labada qof markay wada socdaan horta inay daacad soo haadaan aad iyo aad bay muhiim u tahay inta qof ee isfaham la'aan yar oo aan waxba ahayn ku kala tagay ee haddana ku kala maqnaan waayo guurar dhammi u baabeen intay labadiiba guursadeen haddana guurarkii midna xamili waayey because meel baa qalbigu tabayaa tiro ma laha marka in dadku ay iska daayaan waxaan yar sidan yaree fudud ee horta loo kala baxsanayo ama loo kala cararayo waqtina lay qof markaad jeceshahay qofka 100% inaad siisid oo usoo jeesatid u jeedid qofkaa dhankiisa oo aad daacad u ahaatid aad iyo aad bay muhiim u tahay sababta maxaa dhacaya haddii qofkaa markaa calafkii laha yimaado oo idinkala kaxeeyo waad isku cilkaanbii maysid oo si hawl yar baa laga yaabaa inaad ku bugsatid waxaad og tahay inaad boqolkiiba boqol siisay oo aanad dayicin maaragtay xidhiidhkii iyo qowlkiidiin yaalay oo aanad qiyaamayn laakiin marka aad beerka jeclahay dha jecli ku jirtid inta badana dumarku waa daacad dumarku hadday wax jeclaadaan ma waxa weeyaan mar kaliya meeshaasaad boqolshaasaad aad iska tuureysaa ma ogtahay marka run ahaantii waxaan garanayaa hablo badan oo haddeer hooyooyina oo rag ay horey isu jeclaayeen ama rag dambe oo ay jeclaadeen iska daba riday anigu waxaan dhahdaan anigu de marka hooyo la noqdo inta badan waxaad noqonaysaa de waxaad haysataa mas-uuliyad baa ku saaran caruurtaadi waxaad doonaysaa inay kugu daydaan marka de waa inaad dhexda xidhataa yaa markaad gabadha tahay markaad dhallinyarada tahay aad gabadha tahay waxa weeyaan waad iska daba ridi kartaa qof waayo aragnimadii baa weli kugu yar qalbigaagii baa weli dabacsan oo jilacsan weli waad nugushahay laakiin marka aad waalid noqoto hawl baa ku saaran mas-uuliyad baa ku saaran waa inaad dhexda xidhataa waa inaad adkaysataa waa inaanad qof kastana iska daba ridin waxaad arkaysaa dad xidhiidh bilaabaya xidhiidh kale bilaabaya haddana mid kale ama guursanaya hadday doonaan dhowr iyo caruurtii u keenaya waxaa weyna inu iska ilaalinaa waxa weeyaan waa mas-uuliyad baa ku saaran caruurtaadu inay kugu dayataad u baahan tahay waa inaad dhexda xidhataa waa inaad ilaahay ka baridaa waa inaad qur-aanka akhrisataa waa inaad ma hawl yara jacaylku ma hawl yara ma hawl yara laakiinse waxa weeyaan saad uga bixi lahayd waa inaad falowgeed qabataa yaa laakiin jiidaan ku jiide waa gamcadaalis ha caruurtiina meeshay ka baxay noloshaadii baa meesha ka baxaysaa waxaad noqonaysaa qof weyn oo qeyral mas-uul oo kalaad noqonaysaa oo niica wiilaanu asxaabnaa odhan jiray markuu ciil ay uga baxdo niyo qofkaasi waa niic marka runtii arrintaa sheekooyinkaasi wallaahi dad baa ila soo hadla waxay gu yidhaahdaan mar dhexdaasaan kaaga sheekeynaya inanbaa de tiro ma laha gabadhba ayaa dhexdaasa meel intay ugu aragtay bay igu tiri mafadxiya cabsiyaata misan ku dhahaa intay hagaraysay bay isku ooyday marka maan garanayn qof aanu xusunahay baan mooday oo dee maaragtay aanu kala baadno waxaan is leeyahay malaa qof yaroo yar buu ahaay oo aanad xusuusan waxay igu tiri walaalo waad mahadsan tahay sheekooyinkaagu aad bay muhiim iigu yihiin because waan ku bugsaday anigii wallahi waan ooyey because anigu I honestly don't think run ahaantiis malihi wax weyn baad samaysay waayo anigaba dawey ii tahay inaan wadaago inaan kaloo isna waa example yarun baan kaaga soo qaadanaya daciidday ka badan yihiin inaan hargeysa iga soo diray qoraal wuxuu igu yidhi fadxiyaay ma naxo oo ma naxariisto oo waan qalbi adkahay oo ma qoslo marka keliya aan ilka caddeeyaa ama aan xubnaha igu dabcaan waa markaan brogramadaada yara dhegaysanayo fideoyadaada yaryar walaal ha joojinin fadlan walaal ha joojinin oo isoo xusuustay heestii hadraawiyo odhan jiray suleekhaya raggaagu naftow samir siiso
صدح ويكو قداي هكاكو إن سالان تمركا هذه هاد بدون ما حصنتي فرحية كجيون منو وقت يقولنا ما ركتاي ده هولون ويسكفر بدينهين دل كي يدد كي بين عن تجان دوني يهدي لحيد مو فيلم بان وضع مركا عن سليها تكوس دوب تهدي لحيد مو and دل كي and بربرام فيلم كاكو دوب يعني أنت بدن وأنا فيلم كوسابسن شاكو كوسابسن أرين تاب بودري بان فنتي آدي يا دوني يعني أنا وحوجا هلا أنا وجا تابته لكن ما ها قصة دبوا قصة and خيالية لكن ميل وين كتابة نساء and بلش هذا يو دك دانكن بودري and إلهي هون حريسته مركا كلي and سمر كان سلاه تشو دوبت هدي له هيد مو وأنا فيلان سلاه هاي وحور سيد دونا نعم وحنا قن دونا فيلن كي وجوه رئي the دان كمبليدا ماركت فيلن دان سي في عنا ماركت لو دبي سومالي دكلي كسابسنا عن عدك لكسابسنا ويجران فيلم الصومالي سمي سيدا مو علي وقلو هالكن شو قد فيلم عجيب سمي ايو دا ماركت مين ستريم فيلم عالمية لكن فيلم كانوا يحنو قنايا فيلم صومالي ذا لنا عوال بكتابن دونا وحلي هذا Grapes of Heaven أم عنا بكيتش النظا وحنان وقلت لقلي إن أينو هلو وح أينو ورياقنا إننا الله دادك ومهيم دادك مركي مرايد سكا أركان روح ذو ذا لقط سمال ما عرفت إيه مك واحد مودا وحيامان تلفشنا ذا يو تلفشنا ذا بمع هاد السوشيال ميديا مركز في رستيد واحد بدنا ونعكسنا وات كوار كيسا قيروين يدي بعتوين بدنا نوادر كيسا يودت كم حلقة بسدين دي بعتوين اللي سوقد بيو ما عرفت وناك بدنا نوال سوقد بيا لكن دي بعتوين كي بعادي عاد بدنا لصهر مريا مركا شيك وذا جو آدي عاد بمهم يهدو فيلم يهدو قبي يهدو وحلق قري يهي and هدو يهاي مارك تهس سيابة إنه كعب حينا يدي دينتي تحسي هذا مهم أو ده وابق ولا ما تعبتان and أو تحس ما هو حمر جونية ومر والبا وسين نول هاي سين نور دقن نبا and لكن سوغان تا art كوحن ليه هذا إسكوسا وذا قاضو دت كوا وح كسارة علك على اليوغا أولي بونا جودا هذه شر دش كينا السهر مريا and marka filin kaasan soo wada hadii lahayd mo ilaahay idinki billahi kareem wan kula tagi insha allah ana samar ka hargeysa hadii ilaahay ka dhigo hadii ilaahay idmo marka insha allah halkaas aynu ku wada tagi doona aad iyo aad baad u mahadsantahay fadhxiyay mar labaad iyo mar saddexaad ba adiga mudan saaxiib oh insha allah sharaf bay tahay wallahi inaan halkan kula tagi sidoo kale aad iyo aad ba sharaf igu tahay anigana daawadayaal waxa inta aan ugu dhamaaday barnaamijkii ereyga abwaanka iyo oraahda fanaanka aanu idin ka soo tabineynay geed hosti and london intaynu mar labaad hawada ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa dhamaan aniga iyo fadhxiya sida ayo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat kulanti dambo oo xiisale